مهم هذا الليل انت عندك النهار اللي خلي انت على الفيديو البارح. مهم ختمنا لكم فيديو في الليل وفؤاد جاي يختش هنايا. ايوا قلت فازي نصور لكم شويه تفصون فؤاد راه خاصو يتمسح ليه هات مي بون تفصون في الحيط غادي يكون في الحيط صغا يعني كي تجيب لي واحد الكارطة قول لهم قول لهم السلام حيت انا ما قلت لهم لا سلام لا كلام. هلو ما دايرهاش الفولار. سلام صافا لاباس عليكم نتمنى ان شاء الله ربي تكونوا بخير. يوم فيديو جديد فيديو جديد جبتي من الخدمة يلا جا نسخن اللوبيا ناكل اللوبيا ابغي غادي نمشي للدار القديمة نقلع التلفازة تليفوني في الرباي الحبيله الصاج حطيتها لك هذاك الشيء حطيته قدام اختي خليها تزلعوا فين نبقى نجمع. المهم قلت لكم عندي الكارطات هنا حيت غادي تجبد واحد الكارطه مثلا غادي تقول غادي نجبد الزوج نتاع دو دو كارو تو وغادي تجبد هكا الا طاحت في دو دو كارو نعطيك اللي بغيتي اللي بغيتي. شتي الحبيله شوف لعبه الحبيله الحبيله تيك شبيله الحبيله هذه هي كم خاصني نغسل صوار لحيت غادي تجي عندي فوزيا واحد الساعة غادي تجي عندي فوزيا والحالة كلشي مرونة. ها 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 يلاه جبدي واحد الحيط باش نشوفو واش ربحتي ولا مربحتيش ولكن واسمو ماينا هي اللي غادي تجبدي خاصك تقولي قبل شي حاجة ويا جبدتي هديك الحاجة زوج زوج نتاع زوج قلب يلا جبدي بسم الله هذي شوفوا حياتنا نوريلك كتبقي حيرة بسم الله زلعت عاوتاني زلعت وهذه ستة هذي فرجي اهلا بنات انا تلقيت معكم من بعد ما عرفت ما اسمو درت اصلا ما صورت معكم لي والو يمكن في هذه الحلقه والله في هذه الحلقه قلت لكم ما صورت معكم والو في هذه الحلقه قلت لي سنه مسلسل كبرت اخرى انا نشوف واش مي جاني البرد قلت لكم تلاقيت معكم من بعد ما عرفت كيفاش صورت لكم اصلا هذا النهار والله ما عرفت حيت ما خلاونيش فريمون هبلوني واش فيا دابا تفرجوا كان شوف فيا خايب كدير لي بيتيز يا ماما المهم فريمون دار هبلوني هنا داروا لي بيتيز لي بيتيز مع فوزيا وسنا كانوا غادي يجيو عندي سيبقى يلا بحرا جمعت الصاله شويه فاش لقاو فين جلسوا جمعت شي الكوزينه غسلت دوك الصوالح وداك الشيء وها هما دوجاو دابا بغيت ندير بانكيك وقلت فازي نشارك معكم وديجا راه شاركت معكم الوصفه قلت لكم ديجا شاركت معكم الوصفه وعجباتكم بزاف اللي جربوها وصيفطوا لي في الانستغرام صراحه والله وقالوا لي اول مره ندوقوا بانكيك بحال هكا خفيف وهشيش شتي والله العظيم واش فيا صحاب كان كنكذب عليك اختي والله العظيم راني بارطاجيتو كاع البنات يكونوا شافوه ما كتشوف فيا شي شوفات زعما المهم بالنسبه لي زانكريديون غادي نقولهم لكم هنايا وغادي نخليهم لكم عاود في صندوق الوصف حتى اللي بغات تجربوا 150 غرام تاع لافارين لايان سي تو بلي مامون
150 غرام تاع لا فارين، 125 غرام دو سكر، 170 مليلتر تاع الحليب، 25 غرام تاع لو بوغ فوندو، واحد البيضه اغون فاني، وواحد الساشين تاع لوفور كيميك 11 غرام. صافي هادشي اللي فيه. يلا نمشيو دابا نوجدوه ونتلاقى معكم. راكم تسمعوا راني ندير لي زانغريديون تاعي حيت فريمون صراحه كيجي واعر. كنعاود نفرد الفيديو ديالي حيت صافي لونتو ما درتش الوقت عقل على لي زانغريديون نيشان. غنديروا البنات 50 غرام حيت انا غادي نضاعف المقادير. المهم البنات من بعد ما خلطتو مزيان غنزيد عليه هادو هاد غنزيد عليهم هاد لي بيبيتو شوكولا. هاد الشوكولا اللي كتكون بحال هكا يا حبوب وسمو. كنا قلنا البنات شنو كنا قلنا بلي فوزيه قالت لي ملي غادي تروحي لدار كبيره غادي تسكن عندك وهذا الشيء اللي جابت جاب تركتها كامله وراها عندي درك هنايا جرامي توت برهاني ومازال راجلها راه جاي بالطريق احسن عواني زعما مشيت فيها مشيت فيها مازال عاد ما صيفطش الدار مازال ما سيبتش الدار حسن عمالي نهار لي نصايبها ما هذا يقال. عموما ندير شي قريشات ندير شويه زيت الزيتون والو شي حريشات صاحبتي باسكو داكشي ما غاديش يبغيوه l'émission.
البنات صافي وجدنا الكوتان هذا الحرشه ودرت بانكيك الراجل الفوزيه جا وجاب معاه قالوا الدوغو وهذا سي كو سا صافي اباس دو كوكو جو بونس اه هو سي كوكو كما البنات غادي نحاول انني نخمل هاد القجوره عندي هادو عندي هادو هادو نتاع العطريه هما فاش غادي نرد كلشي باش هكايا يجيو كلشي مستفين ويجيو تقدا وحده وعبر واحد ونحاول نحيد هاد الروينه هادي اللي كاينه هنايا باش هكايا يكون القجر بروبر باش تبان الحاجه مزيانه من تجيب ليها تبان لك الحاجه في الساع ما يبقاش هكا حيت دابا اصلا كنت غير كنحط ومن بعد نبقى نرجع للحاجه شويه بشويه شويه بشويه نرجع لها حتى نكمل كلشي غير على الاقل بعدا يعطيك غير لي سباس فهمت فين ديروا الصوالح نكمل لهم كاملين نعاود نتلاقى معكم باش ما نشد لكم شاكية الوقت المهم البنات انا غادي نجيب لكم تشوفوا كيفاش ولا المهم تنقى على اللي كان بعدا كيتعكس شويه فوالا هنايا درت كاع العقاقر وهكايا الملحه بزار داكشي ها نوريك شفتهم وتما لتحت عاود تنعاد وهنايا هذاك الشيء مثلا هذا حبوب وهذه الحوايج القرفه وهذاك نور حطيته هنايا كنور حطيته هنايا حتى نشوف له شي قابسه المهم دابا كنت مستفاه ملي جيت نجبدو كلشي تربل ماشي مشكل المهم فوالا هذا هو البلاكار نتاع العطريه كيفاش جا بوغ لانستون غير سلاك فهمتوا بعدا راه ترقى وغادي نكتب لهم نكتبهم هنايا غادي ندير لهم حاجه شنو هي باش هكا يفواد يبغي يطيب ولا شي حاجه يعرف سميه ونتاع بنت ويعرف شنو هذيك الحاجه فهمتوا ولا تنقى الرع زوين ابري هنايا كاع داكشي اللي شاط لي في ميكات وداكشي اللي غادي نبقى نعمر بهم دوك الاخر ودرت هنايا هادو لي تيزان تاع اتاي وهذا جيلاتين وهذيك اللي هات العطريه ولا استفتو بحال هكايا هذه هنا دابا غادي نستف هاد العجب اللي راه هنايا
هادو نتاع المغارف وداكشي كلشي راني نستفهم دروك ونعاود دابا شفتو كيفاش داير نعاود نتلاقاو باش نشوفو ابخي كيفاش غيجي اطا. المهم البنات دابا غادي نشوفو هنا واش مستفنا ومن بعد عاود غادي نجيو نستفو هادشي. المهم هادشي راه ماشي تستفن نهائي غير حيت راه خاصني لي غونجومون راكو عارفين ضروري. المهم هنايا ها هما هادو نتاع الماس راه خاصني ديك الشبكه نتاع فهمتوا خاصني ديك الشبكه ديك الشبكه فاش نبقى نحط المغارف من جهه والفراش من جهه وداكشي. المهم درك غير حطيتهم بحال هكايا. المهم بعدا سحبتهم هنايا من بعد هنايا هذا كيتعكس شويه نتاع العطريه. المهم هنايا هاد العطريه القزر الثالث هذا اللي وريتكم درنا فيه اتاي والعطريه اللي بقات هذا درنا فيه ديك درت فيه هذوك داكشي الكبير اللي المهم الصفايا وداكشي ودرت هنايا السريبتات وهنايا هذوك اللي كتحطوا عليهم لي طاس وداكشي وهنا فيه الفرينة وفيه الماكلة فوالا